الشحاته كانت بتتكلم انجليزي. لو حرف ال H من الحروف اللي بتلخبطك في الانجليش واسمه H مش H لان H معناها يهرش او حاجه زي كده، يبقى الفيديو ده ليه. الحرف دوت من الحروف السهله جدا انه موجود عندنا في اللغه العربيه، والصوت بتاعه بيبقى زي اله، زي في هيستوري، زي في هالو. حرف ال H هو حرف بيجي بقى بيعمل كومبينيشن او مزيج مع حروف تانيه في الانجليش، بيبقى ليه اوضاع او اصوات تانيه. اول حاجه واشهر حاجه ال H لما بتيجي مع ال S فونيتيك شا، زي شو، زي شير. لكن لما بيبقى سي اتش، ودي اللي بتلخبطنا كمبتدئين، حرف ال H بيتنطق وبيبقى فيه تي كده في الاول، فبنقول ايه؟ تشوز. عشان كده في فرق ما بين تشوز وشوز، تشير تشير وشير. في اكسبشنز او كلمات في الانجليش بتتنطق فيها ال سي اتش زي ال اس اتش، زي شيف شيف، شامبين، بروشور، ماشين، شالي. الكي مع الاتش اوكي بتبقى كي في الانجليش، انا هو عندهمش حرف الخاء، فبنقول مثلا شارم الشيك، بنقول على واحد اسمه خالد في الانجليش بنقول كاليد. والتي مع الاتش، التي مع الاتش في الانجليش يا اما بتبقى ثا زي ثانك يو، او يا اما بتبقى ذا زي ذال، بس لازم تطلع دايما لسانك لبره ذا ذا. البي مع الاتش الصوت بتاعها بيساوي صوت الاف، فبنقول فون. الاتش في الانجليش بتبقى سايلنت في honest، honor، hour، herb، زي herbal tea، وده في الامريكان انجليش يعني عيش بالاعشاب، herbal herbal tea. ال W لما بيبقى جاي بعدها H في الانجليش ما بتتنطقش، عشان الغلطة دي بتغيظني جدا. مفيش حاجة اسمها هي وين اسمها وين، مفيش حاجة اسمها هي وير اسمها وير، مفيش حاجة اسمها هي واي اسمها واي. ال H كمان ما بتتنطقش لما بيبقى جاي قبلها A U G أو O U G وبعدها T. في كلمات كتير جدا في الانجليش زي فوت، توت، هاري، ناري، دراوت، أهم حاجة من ال C H والاس اتش في الانجليش، مع الاكسبشنز والاستثناءات اللي انا قلت لك عليها النهارده. ده وبيقول لو الفيديو عجبك شير اند لايك. سلام.